السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بيتكو ومطبخكو. النهاردة يومنا جديد ويوم مختلف في ثلاث أكلات حلوين قوي، يا رب تنال إعجابكم. تعالوا نقول مع بعض المكونات بتاعتنا. وأول طبق معانا سمك فيليه بالصوص الحار. السمكة الحارة من الحاجات الجميلة قوي والحاجات اللي بتتقدم في الدول اللي بتطل على البحر المتوسط، فيها طعم حلو، زيت زيتون، فيها أمزقة ونكهات مختلفة. تعالوا نستعرض مع بعض المكونات، وإحنا بنستعرض مع بعض المكونات هنقول المقادير. المقادير: نص كيلو سمك فيليه، معلقتين كبار عصير ليمون، معلقة 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، حزمة كزبرة خضراء، فصين ثوم مفرومين، معلقتين صغيرين زعتر فريش مفروم، حزمة بقدونس، معلقة بابريكا، ليمون مقطع شرايح، ملح، معلقة كركم، ونص معلقة بهارات سمك، قرن فلفل حامي، معلقة مستردة، و2 معلقة دقيق. صوص السمك هنعمله 2 معلقة كبيرة عصير ليمون، فصين ثوم، قرن فلفل حامي مفروم، كوباية كزبرة خضراء، معلقة كمون، ربع كوباية زيت زيتون، فنجان خل أبيض، كوباية عصير طماطم، معلقة كمون، شطة، ملح، كزبرة ناشفة. هنلبس الجوينت بتاعنا وهنبتدي نتبل السمك الأول. احنا اخترنا النهاردة نوع من أنواع السمك حلو قوي، سمك القاروص. سمك القاروص واخدينه سمكة حلو قوي ونضيفة، وفي نفس الوقت المحتوى الدهني بتاعها قليل. لو حد حب يعرف المينيو بتاعنا النهاردة ايه، احنا كاتبينه زي ما حضراتكم شايفينه على السبورة. اول يوم اول حاجة لينا هنعملها السمكة الحارة، وبعد كده كفتة التونة وحواوشي السيفود. النهاردة يوم سيفود ويوم حلو وممتع، ويا رب تستمتعوا معنا. نجيب حاجة نعمل فيها التتبيلة بتاعتنا. مهم قوي ان انا السمك بتاعي يكون ناشف كويس جدا من المية، علشان يبقى مقرمش من جوه مقرمش من بره، وجوه طري حلو ومستوي كويس جدا. بنشف المية اللي موجودة في قلبيه، وببتدي احط عليه الملح زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، شوية كمون، مش عايز اكتر من كده، شوية زعتر ناشف. هنعمل للصوص الزعتر الاخضر الفريش، بيدي نكهة وطعم افضل، لكن انا محتاج زعتر ناشف لتتبيلة السمك. هنحط بكل بساطة الزيت بتاعنا، زيت الزيتون، شوية المستردة، توابل السمك هنا، وشوية الكركم، شوية بالظبط بابريكا صغيرين، عصير ليمون بالشكل ده، شوية ثوم، الفلفل الحامي انا فرمه حلو قوي بحيث ان انا اخد الطعم بتاعه ويبقى لازق في قلب السمك، وهبتدي اخد السمك بتاعي بالشكل ده. ببتدي اعمل كده. طبعا الطاسه عندي انا حاططها، لو في ما عندناش الطاسه الجريلا دي ممكن استخدم اي طاسه تاني. بتبل كده بالشكل ده، هسيبه شويه في المارينيه زي ما حضراتكم شايفين. خلونا نعمل كمان الصوص لغاية ما يشرب شوية من المارينيه، وهقول لحضراتكم هنعمل الصوص ازاي. الصوص بكل بساطة طاسة صغيرة، هنحط الطاسة هنا، شوية زيت زيتون يسخن. ده محتاجين ان احنا هنحط توابل، هنحط فيه بقدونس وكزبره خضراء، وهنحط كمان الزعتر الفريش. الزعتر الفريش من الحاجات الجميله قوي. احنا زارعين شويه في الجنينه، تعالوا نجيبها مع بعض. في عندي زعتر، وفي عندي كمان روزماري زي ما حضراتكم شايفين، وعندي الساج، وعندي نوع من انواع التوابل العطريه اللي احنا زارعينها هنا اورجانيك. الحاجات الجميله دي بتفرق كتير في الطعم. ناخد بس شويه دول، وفي نفس الوقت
بتديني نكهة وطعم حلو قوي، وبحس ان في ريحة الريف، ريحة الريف لما بتبقى جميلة بتبقى حلوة قوي في الاكل. وعايز اوري حضراتكم على حاجة كمان، النوع ده اسمه ساج، نوع حلو قوي قريب من فصائل النعناع، وريحته حلو قوي وطعمه حلو قوي، وبيبقى حلو جميل كمان مع الاسماك. تعال نحط ده على السمك بتاعنا. احنا الزيت بتاعي بدا يستوي، نجيب بلانشه صغيره. شويه بقدونس وشويه كزبره خضراء احنا غسلينهم، وهنغسل ده كمان. غسلناه كويس زي ما حضراتكم شايفين. ناس كتير سالتنا على الصفحه، على صفحه قناه تين، عايزين يعرفوا دايما ايه افضل انواع الخضار، وافضل انواع الخضار اللي انا انقيها ازاي. بعد ما نعمل الصوص ده هقول لحضراتكم على سر حلو قوي، الفرق ما بين البتنجان اللي انا استخدمه في الطبخ واللي انا استخدمه في القلي، والفرق ما بين الفلفل اللي انا استخدمه في الطبخ والفلفل اللي انا استخدمه في السلطه والحاجات اللي بتعمل سويتي. بس خلينا نعمل الصوص بتاعنا بالطريقه دي. نحط الثوم مع الزيت. انا طبعا مهدي النار لان انا مش عايز الزيت بتاعي يبقى عالي، زيت الزيتون ما بيحبش درجه الحراره العاليه. نهدي شويه. لغايه ما الثوم يبتدي يستوي تعالوا نقلي مع بعض شويه السمك. شويه زيت صغيرين قوي بعملهم بالشكل ده. السمكه بتاعتي. طيب في ناس تعفر ده بدقيق علشان ما تلزقش في قلب الطاسه ويبقى ماسك نفسه. انا هوري حضراتكم فكره حلوه وطريقه بسيطه. انا مش محتاج غير ان انا اعمل السمك بتاعي بالشكل ده، ما خلوش فيه ميه كتير. انشف السمك كويس، مش هيلزق، مش هيتكسر، وفي نفس الوقت عندي في السمك بتاعي بيبقى فيه جزء ناعم وجزء خشن. ابتدي ازاي اقلي السمك؟ ابتدي ازاي اقلي السمك بطريقه واحده بس، ان انا ابتدي بالجزء الناعم، هو اللي يلمس اول حاجه السطح الساخن عندي، وبعد كده السمك كله بيلم، وبعد كده اقدر اقلبه كويس وما يتقطعش مني. زي ما حضراتكم شايفين، تعالوا نرفع ده كده نشوفه اهو. بصوا من غير اي حاجه بيتحرك بكل بساطه. طيب خلونا كمان نشوف ده وصل لايه. مش محتاج ان الثوم بتاعي يستوي قوي، هبتدي احط طماطم، كزبره والبقدونس، وهحط معاهم شويه الزعتر الجميل. نرمي دول. الله، بص لونها. هحط معاها شوية الكمون زي ما حضراتكم شايفين، كزبرة ناشفة، وآخر حاجة عصير الليمون. عصير الليمون ما بحبش ياخد وقت كتير علشان ما يمررش، يا دوب طعم بس.
وعندي كمان شويه بابريكا. السموكت بابريكا بتدي طعم حلو قوي ونكهه حلوه قوي، بتدي نكهه التدخين تبقى حلوه. استخدموها. شويه فلفل اسود، واحط له شويه بصل وهو ني، خلونا نشوف السمك بتاعنا قدامه شويه لسه يا دوب. بعرف السمك استوى ازاي، ما بدوس عليه من هنا، بشوف السمك من هنا. طول ما السمك لسه مش بالشكل ده كده اهو، هو والسلمون. لكن لما بدوس عليه كده بخليه يفقد العصاره اللي فيه والالياف اللي موجوده في قلبيه، بحس ان هي بتفقدها كلها، فلازم اشوف السمك بتاعي بالشكل ده مش من هنا. طيب هعمل ايه؟ كل الطعم والجمال والحلاوه اللي نزلت من السمك هضيف عليها الصوص بتاعي ده، هعمله بالشكل ده. الله، ريحته الجنة، ريحته حلوة قوي وطعمه شهي ولونه زي ما حضراتكم شايفينه. طيب خلونا نشيل دول كمان. هنغرف طبق السمك بتاعنا الجميل، الطبق ده في نفس الوقت ننظف الترابيزه دي. تعالوا نشوف التقديم بتاعنا هيكون بأنهي شكل. باخد السمكه دي بالشكل ده، شوية الليمون دول هما السر في آخر حاجة. هنقرنشها شوية ليمون، قرنش بسيط. دايما أنا بعتمد على القرنش في حاجة واحدة بس، إن البساطة دايما بنقول عليها قمة التعقيد. مش محتاجين إن احنا يبقى عندنا تو ليت من الوقت اللي يخليني أقعد أقرنش حاجات ملهاش لازمة، لكن بقرنش بكل بساطة من نفس الأيتم ومن نفس الحاجة اللي موجودة وبتديني نفس الطعم. شوية ورق بقدونس مع شوية كزبرة، وببتدي شوية فلفل صغيرين، وشوية الزعتر، وده أول طبق معانا. خلونا نحطه هنا في الجزء ده. نقدر نطلع فاصل؟ يلا خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم هنعمل كفتة التونة. اوعوا تروحوا في أي حتة، استنيكم. رجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما حضراتكم شايفين عملنا سمكه بصوص الحار،
التشيلي اويل زيت الزيتون شرب من الفلفل الحار ونزل بقى في ارضيه الطبق، ادى شكل حلو قوي مع الفلفل مع الزعتر. هنعمل اكله حلوه قوي، كفته، لكن مش كفته زي ما انتم متعودين عليها. زي ما احنا متعودين السلوجن بتاع البرنامج بتاعنا بكل بساطه، هنعمل كفته التونه المقليه. كفته التونه المقليه هنستعرض المكونات مع حضراتكم ونقول: علبه تونه قطع، سمر بطاطس مهروسه، ربع كيلو سمك فيليه، ربع كوبايه بصل متقطع مفروم، شبت وبقدونس، معلقه صغيره مسترده، مسحوق جوز الهند، معلقه ونص توم باودر، بيضه، ربع معلقه بابريكا، ملح وفلفل اسود وزيت ذره للقلي. المكونات بتاعتنا بكل بساطه، احنا طبعا البطاطس بتاعتنا مسلوقه ومهروسه، معانا طبعا الشبت والمسترده والكزبره الخضراء، كل الحاجات دي كلها هتتضرب مع بعض. البصل بتاعنا هيتضرب. خلونا نبتدي ونحط الحاجه بتاعتنا ومكوناتنا بكل بساطه. هبتدي احط السمك بتاعي، بعد كده ابتدي احط التونه. التونه زي ما حضراتكم شايفين علبه التونه احنا مفتتينها، بس تبقى افضل اللي هي تكون قطع. خلونا نبتدي نحط السمك بتاعنا. السمك بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين انا منشفه كويس من الميه، وابتدي احط البصل. انا عندي هنا التونه عامل ان انا مش محتاج غير ان هي تبقى تدي تيست مش اكتر، ويبقى طعمها حلو قوي. هبتدي احط كمان البطاطس بتاعتي وشويه شبت. طيب شويه البابريكا، سنه مسترده صغيره تدي طعم، والبصل، البقدونس والكزبره. وابتدي اقفل كده. لغايه ما ده يكون لي بشوف. حط لها شويه ملح. شوية فلفل. خلونا كمان نجيب كل المكونات دي. بقى عندي الخليط اللي حضراتكم شايفينه ده، هبتدي اشيله. نشيل ده كمان. نشيله تحت على الرف هنا. هنجيب جوز الهند بتاعتنا وشويه الدقيق. جوز الهند بحط معايا شويه دقيق صغيرين زي ما حضراتكم شايفين. جوز الهند هنا مع شويه الدقيق بيعمل عمليه ربط، بيخلي طعم الحاجه مقرمشه وفي نفس الوقت كريسبي. هنقلب كده. خلونا كمان نقلب. البيض بتاعي بضربه بالشكل ده، وهوري حضراتكم هنعمل ايه في الكفته بتاعتي.
زيها زي الطعميه بالظبط. بناخد ما بين ايدي بيض بالشكل ده وببتدي علشان ما تلزقش فيه، وبعملها كده اهم حاجه وانا ببل ايدي بالبيض تطلع بتبقى فلافي، بتبقى حلوه قوي. بعمل كل المكونات زي ما حضراتكم شايفين، لو حضراتكم عايزينها تبقى ماسكه شويه ممكن تحطوها في قلب الفريزر، بس انا بحبها بالشكل ده وبالطعم ده. وببتدي اهز كده خلونا نرش عليها جوز الهند ونبتدي نقلي. نقلع الجوانتي. اهم حاجه الزيت عندي يكون سخن، وسخن قوي كمان. هبتدي اخد دي وهوري حضراتكم هتعمل ايه. بسم الله. مهم قوي ان الزيت يكون كتير وغزير. الكفته دي لما هتعملوها حلوه قوي كمان لاولادنا في ايام المدارس اللي جايه. خلونا نجيب دي وبنقلب بالراحه. بصوا حضراتكم زي الطعميه. هنشيل ده وده. هنجيب طبقين، طبق للتقديم وطبق نطلع عليه علشان لو في زيت كتير ولا حاجه. طيب لو في ناس ما بتحبش جوز الهند ممكن نعملها بالبقسماط، ممكن نعملها كمان بقلب التوست، بس طعم الجوز الهند حلو قوي مع الكفته دي خصوصا مع التونه، ومش هتحسوا ولا بزفار التونه ولا هتحسوا بطعم جوز الهند، هتحسوا بطعم جديد ومختلف. دي استوت اهي، طلع كل اللي سوا. بصوا نقلي الباقي. هنجي لسه شوية. أهم حاجة كمان إن زي ما حضراتكم شايفين لا اتفككت في قلب الزيت ولا اتكسرت ولا اتبهدلت. سوي. تعالوا نرصها
هنا نرص بالشكل ده حته حلوه قوي. هنحط معاها شويه بقدونس مفرومين كزبرة ناشفة. الكزبرة الناشفة ليها سر عجيب في الحاجات خصوصا المقلية. الكزبرة الناشفة والكمون حقيقي بيبقى طعمها حلو قوي. شوية كمون. تعالوا نحطها جنب السمك هنا. ماشي. هنعمل الحواوشي السيفود بس لو طلعنا فاصل صغير تستنونا ووعدونا ان انتوا ما تروحوش في اي حتة. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد الفاصل وهنعمل النهارده احلى حواوشي سيفود في الدنيا كلها. هنعمل حواوشي سيفود بطريقه مختلفه وطريقه حلوه قوي وجديده. هنعملها بالشبت وهنعمل مجموعه سيفود حلوه قوي. تعال نقول المكونات بتاعتنا سريعا كده. نص كيلو سيفود مشكل على حسب رغبه حضراتكم واللي موجود في السوق. عيش بلدي، شبت، كرفس، حبيتين فلفل اخضر واحمر واصفر متقطعين صغيرين، فلفل حار، بصل مبشور، ملح وفلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، شويه زيت وشويه بشر ليمون وده السر بتاعنا النهارده، وفصين توم. ولو عندنا عايزين نحطه في الفرن نحط معاه ورق فويل للتسويه، لكن احنا النهارده هنسويه في قلب الطاسه الجريل بتاعتنا. تعالوا نبتدي ونشوف هنستخدم ايه قبل ايه وايه مع ايه. زي ما حضراتكم شايفين المكونات بتاعتي بسيطه وفي نفس الوقت عاديه جدا. طبعا انا حاطط الطاسه بتاعتي علشان تسخن شويه قبل ما اعمل السيفود بتاعي الحواشي. في نفس الوقت لايت قوي بسيط جدا. ده شويه السيفود بتاعي، في بلح بحر، في شويه كراب ستيك موجود ده مصنع، وفي نفس الوقت في سمك كمان، شويه كاليماري، حاجات كتير، وفي جمبري كمان، جمبري بيبي وجمبري ميديوم صغير. في يعني تشكيله حلو قوي. تعال نحط دول في قلب الرحايا بتاعتنا. اهم حاجه وانا بعمل الحاجات دي اتجنب وجود ميه عندي. ليه وقعوا دول؟ حلو. مهم قوي ان انا عصرت البصل بتاعي زي ما حضراتكم شايفين، نشفت منه الميه حلوه قوي علشان اخد الطعم وما يبقاش عندي ميه كتير. ناخد البصل. طيب الميه اللي انا صفيتها هستخدمها مش هرميها، هحط معاها الشبت. الحوشي بيحب الشبت كتير خصوصا لما يكون سيفود. الثوم، بشر الليمون مهم قوي، بشر الليمون هيدي طعم ونكهه حلوه قوي. الفلفل. كنت قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه بتاعتي ان احنا هنعرف حضراتكم ايه الفرق ما بين الفلفل اللي انا استخدمه في الطبخ وايه الفلفل اللي انا استخدمه في قلب السلطه. بكل بساطه تعالوا نشيل بس دول. الناس كتير بتسالنا على الصفحه، بنعتبرها من الاسئله الجميله قوي، الاسئله اللي بتخلي الواحد كمان لو ما عندوش المعلومه بيحاول يبحث عنها بشكل او باخر. بصينا لقينا ان في فعلا سبحان الله نوعين من الفلفل. تعالوا نوري لحضراتكم بالشكل ده. الفلفل فيه 1 2 3 1 2 3 4. طيب ايه الفرق ما بين الثلاثة وايه الفرق ما بين الأربعة؟ سبحان الله الثلاثة اللي هو مذكر والأربعة اللي هو مؤنث. الأربعة اللي هو المؤنث اللي حضراتكم شايفينه ده نقدر نستخدمه في ايه؟ نقدر نستخدمه في السلطات، بيبقى طعمه سويتي حلو، في طعم السكر عالي شوية، أقدر أستخدمه كمان في قلب السلطات بتاعتي. لكن اللي أنا أقدر أطبخ بيه أو اللي أنا أقدر أحشيه في المحشي ويبقى طعمه حلو اللي هو بيحتوي على ثلاثة، بحس بطعم الخضار فيه وما فيهوش طعم السكر وفي نفس الوقت بيبقى طعمه حلو قوي. طيب ده بالنسبة للفلفل. بالنسبة للبتنجان، بتنجان بقى
قصته قصة. أنا لو عندي بتنجان عايز أطبخ بتنجان أعمل مسقعة، فاختار أنهي بتنجانة؟ البتنجانة اللي هي بتتطبخ اللي هي إيه؟ المؤنسة. دي المؤنسة اللي داخلة لجوه، والمذكر اللي هو زي ما حضراتكم شايفين. طيب إيه الفرق ما بين ده وده؟ الفرق إن دي بتبقى طعمها المذكر بتبقى مرة شوية، ناشفة شوية، بتحتوي على كمية بذر عالية، لكن المؤنس تحتوي على كمية قليلة جدا من البذر، وفي نفس الوقت طعمها حلو ومسكر. أقدر أعمله بابا غنوج، أقدر أعمله سلطة راهب، أقدر أعمله حاجات كتير، أقدر كمان أقليه وأعمله سلطة زي السلطة البلدي. متهيألي تكون المعلومات دي فادت حضراتكم، ونبتدي نعمل السيفود بتاعنا المشكل. نشيله من هنا. دلوقتي نزلت لحضراتكم مقادير السمك الفيليه المشوي بالصوص الحار زي ما حضراتكم شايفين. بحاول اضرب المكونات بتاعتي تكون خشنه مش ناعمه. بدوق، محتاج شويه ملح وشويه كزبره والكمون. نجيب بولة ونزلنا لحضراتكم المنيو بتاع اليوم، الفيليه المشوي كمان. هنشيل دي مش محتاجينها. هناخد العيش بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، عيش بلدي بسيط جدا. باخد السيفود بتاعي. طيب السيفود قوي جدا غير اللحمه، مش محتاج مني ان انا اخلي طبقه كبيره جدا وما احسش بالطعم بتاع السيفود. طيب ميه البصل، هنحط الاول شويه الزيت هنا. ميه البصل بعمل كده، وببتدي احط بالشكل ده. خلينا نبص كده. وناخد كمان هنا لو حابين. طيب نشوف كمان الجريلا دي شغاله ولا لا. حلوه قوي شغاله. نعمل كمان رغيف هنا، الجريلا دي اهدى شويه. ممكن نعمله كمان في عيش شامي، ممكن نعمله في العيش اللي هو الصاج اللبناني. مهم قوي ميه البصل دي بتدي طعم حلو قوي. بدوس عليه وبضغط بالشكل ده. تعال نبص على ده كمان وصل ايه. هنشيل دول، نحط هنا شوية زيت. ده أول ما ياخد اللون ده نبتدي نحطه بالشكل ده. هنا دي حمى شوية. الله، السيفود من الحاجات اللي هي بتاخد شكل أو وضعية، ما بتكشش لكن بتتنفخ
زي ما حضراتكم شايفين احنا حاطين طبقه رفيعه جدا استوى زي ما انتم شايفين كده، وفي نفس الوقت هيدي طعم وتست حلو قوي. نجيب اللي هنا كمان لسه ده شويه ده كده خلاص. نجيب بلانشا الله، نشيل دول خلونا كمان نشوف ده وصل ايه، نكمله هنا ونكمل ده هنا في الحته السخنه دي ونقطع الحواوشي بتاعنا. نقول بسم الله ونبتدي زي ما حضراتكم شايفين. الله، ريحه الجمبري وريحه الحاجه دي كلها طالعه ريحتها حلوه قوي، ما خدش وقت وفي نفس الوقت استوى بسرعه، طعم العيش حلو قوي. لو انتم حابين ان انتم تحطوه في الفرن ما عنديش ادنى مشكله. تعالوا نرصه هنا بالشكل ده بسيط، ودي كمان محروقه حلوه قوي لونها جميل واجمل. تعالوا نقربها هنا استوى قرمش وفي نفس الوقت طعمه بقى حلو قوي وريحته تجنن. احنا عايزين كمان نشيل دول شو ده هيبتدي يستوي، وده الله تعالوا نشوف ده وصل ايه. استوى اهو، تعالوا نشيله مع بعض، نلبس جوانتي. الحواوشي من الاكلات الشعبيه اللي موجوده في مصر، تاخد سمعه كبيره قوي بره مصر كمان، خصوصا في الحواوشي اللي بيتعمل باللحمه. النهارده لما عملناه فكرنا ان احنا نعمله بايه، عملناه بالسيفود. طعمه حلو مختلف في نفس الوقت لذيذ. ده كده استوى، استوى اهو زي ما حضراتكم شايفين. نبتدي نرص الحواوشي بتاعنا. خرجنا بره الحاجات التقليديه، الحواوشي البيتي، الحواوشي المصري. طيب ممكن اكل معاه ايه، او ممكن اكل معاه ايه الايتم المصاحب ليه؟ انا بالنسبه لي افضل حاجه ان انا اقدر اكلها الطحينه. الطحينه مع الحواوشي السيفود ممتع جدا. ممكن شويه ميه سلطه حلوين قوي، سير ليمون، شويه صوص طماطم صغيرين، الحاجات الجميله اللي بتفتح النفس دي على الاكل. شويه جرجير ممكن اكلهم مع شويه عصير ليمون، شويه مشروم، شويه جبنه بارميزان. كل الحاجات دي كلها بتدي ثقافه وبتدي طعم ونكهه حلوه قوي ومختلفه. الحواوشي دي ده كمان خلاص خلص. بصوا لونه بقى شكله عامل ازاي. بصوا حضراتكم شكل الحواوشي من جوه، لونه حلو قوي، جميل، تحفه. بصوا وكل المكونات اللي موجوده في قلبيه باينه، باينه وواضحه حلو قوي كمان. ممكن نرش عليه شوية كمون شوية كزبرة. تعرفين ان الحواوشي من الحاجات والسيفود بيحب الكمون والحاجات البلدي بتاعتنا. يا رب تكون حلقتي عجبت حضراتكم. طبقوا الوصفات، تابعونا على صفحة قناة تين وعلى كل السوشيال ميديا. قولوا لنا اقتراحاتكم والاسئله اللي حضراتكم تحبوا تفضلوها وعايزين تعرفوها. اي معلومه احنا تحت امركم. طبقوا الوصفات وكلمونا. سلام الله عليكم، باي باي.